ناشد أصحاب مستثمرات فلاحية بالمنطقة المسمات مقطع خير بالمعالمة غرب العاصمة السلطات العليا للبلاد من أجل توقيف قرار إنجاز مشروع سكني بصيغة عدل على أراضيهم الفلاحية المنتجة. عندنا هنا في المستثمرات الفلاحية الذي تم اعتداء عليها من طرف وكالة عدل الذين كانوا في تحرير كما يقول لك وقائع غير صحيحة، المادة 228 الفقرة 1 والفقرة 3 تحرير وقائع غير صحيحة عمديا في قرارات يقول لك أرض جرداء غير صالحة للزراعة. في الوقت الذي شرع فيه أصحاب هذه الأراضي في التحضير لجني محاصيلهم من القمح والتين والعنب، تفاجأوا باقتحام آلات الحفر وشاحنات محملة بالمادة الإسمنتية لمستثمراتهم دون سابق إنذار. حسب الفلاحين، ما خلوناش نخدموا في غرضنا، فهمتني، ولينا شغل نهار كامل احنا نعسوا فيهم، ما مزدموا علينا، راه جاوا منا وكان نروحوا نهضروا معاهم اختي يقولوا لنا باللي ارث تاع الدوله. هذه الاراضي الشاسعه صنفت في السنوات الماضيه على انها غير صالحه للزراعه بحسب تقرير اصحاب المشروع السكني، دفعت بالفلاحين للاستنجاد بخبير فلاحي معتمد لإثبات غير ذلك. فيهم منتوج هايل وفيه والتراب هذا من نوع رفيع. المنطقة عانت ويلات الإرهاب في العشرية السوداء ولم تجد إلا أبنائها للدفاع عليها. أول شهيد في ذي المنطقة هو الأب تاعي، ذبحوه من رقبة لرقبة، هي تشوف على جال الأرض وتجي اليوم تنحالي بطريقة تعسفية. كنت أصرنا على الإرهاب وصدقنا إرهاب إداري آخر، لماذا سيد الرئيس نطلب التدخل؟ يتطلع الفلاحون إلى تدخل السلطات العليا للبلاد لوقف ما اعتبروه الاعتداءات على الأراضي الفلاحية والتي تم تحويلها في الحقبة السابقة بطرق مشبوهة.